إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهو بابي ألا قول كيس أويري: ولله الأسماء الحسنى ألا وحو ليه وأسق ناضي مغعيها كوى أقوناك سن أقوناك بضن الحسنى وماركتي لدكي أحسن مغعيها ما كوى أقوناك سن يا ألا مذنيه وأسق ناضي ما دام إساته ومغعيها ألو ليه هنا ماركت كوه وانا اقول ماركت ماشي قد بيسو كارسيسيا اي هين مقعي داسي فادعوه بها على كبريا او تواصل محايا لي ومقعيو ماركت بضان حبضنا ذيني لكن كلو مقعب واحد والله مارك الله مقعي بضان بقول لي هاي ما هسيدة مشركين تو اي راذين الرحمن اي مارك اي مقلين اي الله يدول لي هاي إيه رأيين محمد وحنا ليه مارت معبود كريعة عبودة سجن ومعبود بيار بدن بوشيء وبنتود وقرنا إن الله كريعة لجوضه لكن الحاد بيكو قارين تاس هي مارك تي عناد يكو قارين على مركو وحليم على وحاو سجن هذه ما قعية كو وناكسن معي مارت كو وناكو بدنيه يا الله سجن هذه ومارت هل دريه يفدعوه بها الله كبريا وذر الذين سجن التجا كوي يلحدون في أسمائه مقعيدا الإلحاد كقسمين عاية هي اللي حين عاية إمارة ماشي مناسب كوا يتكل اللي حين عاية مقعيدا الإنتي اللي حيان إمارة معبودات كوا ذا كرة كباية سدا لات أي إمارة إله وق قاتين وكله هي إمارة عزة عزيز وق قاتين سدا ناي منضنت أما مارت معيدة اللي بتدفير أيام بس الرحمن ودي دنايانا قلة معيدة كل إماركتة الله إنه تدك سوا صار دون حسابين دون تسين أيانا ما هو قلة حسيب إيو مقيت إيو كون نوع عصا كلانا ده كل ما هو قلة مركم معيدة وري دي دايان يعني. الحاد كم مركم معيدة أصل النقطة كون هذا مبتدي هذا هي أيه كرة عينه والنوع عصا كلا وين اللي سجت تبع ما قرته كون كفارتا يكون من الدين تاب ومعان الدين يعني شبهات إمارة قلبي نجيل يشكي هي ورير هذا يسنين ده جورها رعنينا دين كسيد ويا وقعتا مقعدة على مارة تي كتاب كي سنة كقعتا على نكوع عبده مقعدة على أسسوا على أسسوا مقع مارة تي تلمان بو تصنع يا تلمان تي أقول هذا تلمان هكلا القرآن كيس وكل شيء أنا مارة تي سيد الله أقبله يعني للليحين سيد مبتدعه يقول ليحين أما جهمية النقضان أما شعرية النقضان أما مارتي متزلها النقضان وحاصل المك ك يعني كده إرادة وكف وجهذا لمن كسوق دوانينا وركودنا دقيسينا يعني شبهين مارتي إذا جلني قلبك بنانك واسك ضعيف وذر الذين مك كجستواي كل أحد كوا يلحدون في أسماء مقعدة على مارتي الحاد كقصمينا يا أما إنكراي وضفيراي أما سمارتي اللي حيناي أو مير المناسبة المستعمالاي كوا مركب كف هذا سو يجزون كوا والقوا أبان مرن دونا ما كانوا يعملون وحي سمين عين كفر جودي هي مارة ضلال كودي والقوا أبان مرن دونا الله كوا أبان مرن دونا ذكر ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم الحشاوي عن ابن عباس وكوري يلحدون في أسمائه مركب فسرعي يشركون معناها وحكر إلى وذا جنايا وعنه ابن عباس وحاك سقناتي سموا ده سموا وضبطي سموا ومقعابين اللاتا سنم قد اللاتا مقعاس من الإله بيك سوقاته والعزاء سنم كعزاء ليرادنا من العزيز بيك سوقاته وعن نعم شعمش وحال قوري وماركتي سلفي كميدة يدخلون فيها ما ليس منها وحي قلنا أيان مقعيدة ألا وحن كميدة هين وحن مقعيدة ألا كميدة هين يقولنا يانو ويأيقو مارت اسكسا ما يستين ويالكو مقعبا يان
كو شرح مركو وحكو الشيخ حديث كابو هريرة رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. هلا وحول لي يا سقاشن يا سقال مقع بقول هلا وسقاشن سقال من أحصاها قفك كوبا وهيك لمن حفظها بإلا قفك حفظها دخل الجنة جنة وكرا مركز سقاشن سقال كاس خاصية سيليهين وقفك حفظها جنة وقرايا مرك تام عنه ضماها إن مقعيدة ألا يكو كوبينهين سقاشن يا سقاشا سقاشن سقال كاين يكو كوبينهين معها وحديث كره أصغن يا رسولك صلى الله عليه وسلم يقول لي هي أسألك حديث كده يا أسألك وحن قوتي سنة يا الله بكل اسم مقع كسه ولا كادي يكو سقن هذا سميت به نفسك مقع نفت هذا كل مقع وضي وعلمت واحد من خلقك وقفتك بخلق هذا كم إذا أدبرتي وأنزلته في كتاب كتاب كذا كسود جسي أو سأثرت به أما أدمارتي لك لنقطي في علم الغيب عندك معناها علم معناها قرص علم قرصونا هذه قاكت هذا لك لنقطي مالك ما قال لك لي هي أقونت هذا يا مارتيني جرام بماشا أتكجر نيسا وهو وتر قال لنا مالك هو مد كليئة oo ibaadada marka dadka ka mudan inay caabudaan kaliigis inay caabudaan iyo dadkii ka mudan yahay wax ibaadadiisa la wadaajin karaan ma jiro wax alla shabahaana ma jiraan koow asaga marka alla waa witr waa waahid waa mid kali ah wuxuu bil witr hadana witrka witriga waa jacayl yahay waa tirada isdhaafka ah yaani aamaasha iyo taacooyin fara badan alla witriga uu fadilay waxa arkaysa salaad iyo kale يعني عدد كذا جودهان وشان صلاضات شان صلاضات يا الله دتك قوة جميل مالك يا مينك مرك مارت اللي هو سقى ذناي سدح سدح جربة مارت اللي هو سقى تاع مرك لا طواف هاي تضرب جربة اللي سووا رجع سعي قوة تضرب بيا حدا مرك لا طورة مارت جمراتك وتضرب معلمها مارت أيام تشريقة معلمه هو سدح مرك لا استنجونا سدح جربة لا استنجودا كفنك وين وتر نقضى سقنا زكذو ومارت مرك أي حبوب تاي تاي شن مارك تاي شن دبررمي دي جيران كو مرك أي في الضطة هنا شن وقيادات يا مارك تاي يا زكذو أي مارك تاي كواجبي سا مرك مخلوقات كثيرة قربنا كمية وتر بوكدي يعني سماوات كأكلة مارتي دو كأكلة واتضوا تضوا بعضه واتضوا أيامها مارت أسبوع واتضوا ساس بمرك علماء غير كذي كفسران إن الله إن الله مارت وترك وجعلية هاي حديث كان مكتوب تلميذ وري سجاشين سجال كم قاعد شيء قاية ووح أي علماء غير كتسو جمعيون وصار ورينه حديث القرآن كي كقاتين مرك حديث كمدرج بكوية هاي ما هن صح ما سقاش سقال كله سواء رولي هذا كيس هذا كيسه ملا قارك ذي ذو لقول دجيرة أنت وراك جار على قرا هي ذو مرك ما يسان أنصحين حديث كمدرج بكو طاي ترمي ذو مرك قيف تور مكو وري أنت أندم به ووح مرك ما ركتي مدرج أوه لقول درج رواد ده قارك يا روري سيد زهير ابن محمد ولية أنه بلغه عن غير وترمي ذو لفتي سكت على أنه بلغه معناه حسوا قارب ولية يعني عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك إن سائر هذين وصاصوا تريان ومارت أسر ديان معنا قرآن كي كسو جمعيان مارك ابن التيمية وحول ليه أهل الحديث كمارت عبادي سوحي بالليين زيادة ولد مسلم بعد جمعيي وشيوخ ديس الحديث كايد بكسو أروري ابن القيم وحول ليه مدارج سالكين وكل ليه سيدة صحيحة وامحي وإن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كم إذا هين سواشين سوال كان ساس لو تري هي مارت أي سنة الترمذي كجرة كو باب كان مركا أو مثل يسوع ما أنت سكليه كو أكا ما يكل له آثار كلا نواجرته ما أنت كليه نكو يجي الموتى مركا واحد واجب عين مقعيدة الله يتمام يسوع لا الرمايو أو لا الصوب لنا ما أرد اعتقادي وحي كتسن يسوع وآن لا تأويلين مركا الحاد كي من نوع النقضاء كفر من نقضاء من نبدع النقضاء معنى ذلك واحد تأويلية مجازي وإحنا عاسو كلا شيء وإثبات كي وبدعوه الحاد قال لهم مركب علمان ما جارسي يعني سوت تأويل كاسترتيز هي قال لهم هذه مركب قد عافين لكن لنا في ولا إنكره وما قاعد هي صفات كلها جحديو سوى جهمية لا دعوة كله تاسوا قال لهم سوى كلا نصارده
marka ay maaragtay ilxaadka ku samaynayaan magacyada alle mashkuul carab ay maaragtay ilxaadka ay ku samaynayaan waa wax marka diinka ay uga baxayaan. Oo nasaaradu matalan maxay samaynayaan? Allay walad marka u sameeyeen oo makhluuqii bay alle uga dhaafaynayaan. Marka waa nooc ilxaadka ka mid ah. Marka magacyada maaragtay qur-aanka lagu sheegay qaar ka mid u ahlicilmiga waxay yidhaahdaan sida ay u soo arooreen waa in loo sheegaa. Oo matalan wayamkuruuna wayamkuru llah wallahu khayru maakiriin, siyaaqaas yaa makrigu uu ku yimid maaragtay inaad inta alla maaragtay magac uga samayso aada tiraahdo almaakiru aad iska tiraahdo maaha, kuma furna. Allahu yastahziu bihim baa alle uu leeyahay. Allahu yastahziu bihim inama nanu mustahziuna, markay yidhahdeen alle wuxuu ku xijiyey allahu yastahziu bihim. Marka inaad marka magac aad ka samayso almustahzi waa magac alle aad tiraahdo, kuma furna. Marka qayd bay ku xiran tahayo say u soo aroortay yaa loo isticmaalaa. Oo ibnu qayyim saasuu leeyahay sababta oo macnaha waxaa laga tawahumi karaa macno maaragtay naqsi ah. Marka midda noocaas oo kale ah macnaha xusna lama dhihi karo. Marka si kusoo aroorto unba loo isticmaalayaahe si mutlaq loo isticmaali maayo. Marka meesha uu lahaa acmash yudkhiluuna fiiha maa laysa minha, macnaha waxay noqonaysaa magacan alla isku sheegin in marka lagu magacaabaale magacyada. Marka waxaa maaragtay daruuri ah in kitaabka iyo sunnada ay ku sugnaadaan. Baabka ikhbaarkuna waa ka waasicsan yahay baabka inshaha, macnaha ama baabka maaragtay sifaatka. Waxyaabaha ahlu cilmiga isticmaalaad ma arkaysaa oo alla markay ka waramayaan maaragtay ay sheegayaan, laakiinse aanay ka wadin magac iyo aanay ka wadin inay maaragtay macaanidii kusoo dhaweeyaan bay rabaan. Ahlu cilmiga qaarkood maaragtay kitaabkan sharxay waxay sheegeen in baabkan uu shiikhu ula jeedo baabkan hadda maaragtay soo akhrinay oo baabu qowlihi tacaala walilahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha, shiikhu wuxuu ula jeedaa bay leeyihiin in magacyadaas alle lagu tawasulo, wuxuuna diidan yahay oo uu ku radinayaa sida maaragtay ninkan iskale xaashiyada kitaabu tawxiid oo maaragtay cabdiraxmaan ibnu maxamed ilmuqaasim la yidhaahdo uu sheegaayo. Wuxuu leeyahay shiikhu wuxuu radinayaa dadkan maaragtay tawasulka aan mashruuca ahayn qaba ama aaminsan. Oo waa maxay tawasulka aan mashruuca ahayn? Waa in rasuulka sala allahu calayh waalih wasalama daatadiisa lagu tawasulo ama jaahiisa lagu tawasulo ama qof kaleoo saalixa lagu tawasulo ama malaa'ig lagu tawasulo oo la yidhaahdo allahuma inii as'aluka aljanna bijaahi fulan la yidhaahdo, hebel jaahiis sharaftiis aan wax kugu weydiista allow, hebel baan wax kugu weydiista, allahuma inii as'aluka bifulan baad leedahay, hebel baan wax kugu weydiista. Taasina marka wax sharcigu uu ogol yahay ma ahan. Waqtiguu rasuulku noolaa salawaatullahi wasalaamu calayh, saxaabadu way weydiisan jireen inuu alle u baryo oo rasuulka sala allahu alayh wasalam ducadiisa waa la ajiibaa. Laakiin markii uu dhintay waxaa ka ansaxday cumar bin alkhataab radia allahu canhu markii abaarta xun ay dhacdo caamu ramaada sanadka la yidhaahdo, sanadka 18aad buu ahaa, abaar xun baa dhacday oo dadkii maaragtay aad u gaajoodeen oo xataa cumar la sheegay inuu ka dhaartay inuu subag maaragtay isticmaalo cunnada ku darsado ilaa dadku ay ka barwaaqoobaan. Sanadkaas iyuu istisqaa sameeyey, roobdoon buu sameeyey, wuxuu yidhi allaahuma innaa kunnaa natawasalu ilayka binabiyina kunnaa idaa ajdabna natawasalu ilayka binabiyina fatasqiina wainnaa natawasalu ilayka bicami nabiyina fasqinaa qum yaa cabbaas fadcu llah, saasuu dhihi jiray. Wuxuu leeyahay haddii abaaru nagu dhacdo rasuulka allaan ku tawasuli jirnay markaasaa nala waraabin jiray. Tawasulkaas marka muxuu ahaa? Rasuulka allow alla noo bari, fadcu llaha yugiisunaa, sidii ninkii acraabiga ahaa ee isagoo khudbeynaya rasuulku sala allahu calayh wasalam usoo galay masaajidka ee yidhi maaragtay xoolihii waa baabeen, ciyaalkii maaragtay waa gaajoodeen,
مارت الله نوبري فادعوا الله يغيثنا مركز ورسولك يرى اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ومركة رابك إسلام مركة وداعي أسبوع كاملا أسعد كو مركة عمر بن الخطاب تاسو كلو مركة إشعارايا هدي أبارو إنه قد عدو رسول كان صلى الله عليه وسلم كتب وسلم جرن معناها الدعاء رسول كان كتب وسلم جرن أو الأمارة نوحاني جرن رسول كان اللو اللو نوبري كو ومركة رسول كان نوالا موقتة صلى الله عليه وسلم معون لي يا مركة وإنا نتوسل إليك بعم نبينا هذا رسولك منه على موقت وقت عمر ومدى حكومي رسولك منه علينا صلاة الله وسلام عليه وحول لي يا مركة هذا وحنكو توسلينا أذيرك رسولك وعباس ابن عبد المطلب عباس ابن عبد المطلب ومركة وحول لي ألا نوباري ساس ومركة عمر وسمينجر صحابة ذكرناك ما أني خلاف سنين مركة توصل لكم إذا نوع عاصو كلا يلو قليه أو قف مركة نول أو حاضر أو مركة اللي يرهدو ألا نوبري توصل وفران تهي وعاكلا وفران مركة مشروع إن قفكو عمل صالح وأساقو سمي قارهان عمل أدو هقاجي إنو ألا أقو توصله وهذا حديث صحيح أساقو نوحوه لمن ما رأيتي وكسو ما رأيتي لقح وكسو دمي ومعناه ميل قده كجيرين وما رأيتي حوغا ما رأيتي قول عمل كدقان هايين يا لقح أفكا كسو استاق وأفكا كأوذي قدك هذا مرك لقح حين لقح الحسك قادي كرم معه حوغ قد ريح يكو قادي كرم معه مركو مركز وكل وامر هذا النفل لقى قوستي مركز النوم والبابا وعملك وإصلها وعملك أدو إخلاص كبدنيت أد أد وده ده شيء أدو هجاجسي يقول لك بري مدبا وحو قال له وحكوا يديستي بار إنما ذي والد كيس وهاي السيدة أي أوينيت واحد دافك وهاي إنه هبين لن أسوي جهدي ماركتي والد كيس وصيح ذي أو عانا وسينجري ومك عاني ساسو وهاي مارتي وهاي بري هو بارنو مركز زيادة وأنا عمل صالح هو ناكسان قال له مركز قلت له هذا قدرت أسمي يبو لي قال له مركز لقى حان نقفيت مركز لقى حقاق يبو كفيت أنت ميت كلا ألا بريو ويحو يري مركز كبار المادير أنا هاي يانجع لا مركز أن مركز نفتي هذا ويديستي مركز إيديد مركز أبارو كرد عادي مركز إيصوب باحتي مركز أنكوير إلا إن النفط هذا إيديب تموغي سيكال حقوسين ماوي أقلاتي ومركز ظروف تصدرتي بمركز أقلاتي وسبر ويس مركي أوتمكوني ماشا ننكو ناكتا وفريستا وكفريستي ييوحي يوتيري مارت لك عبس اتق الله ولا تفضل خاتمة إلا بحق معناه خاتمه كليك دكت فرجيه وسيا حقي سهين معناه إن دي جورسته هون موجي سكر معرت هي يقتين الله مركز حسوسته مركز إنسك دافو يروح حوالي أنسينا وانو داي حوالي أنسينا وانو داي زندن وإنسك داف الله مركز دان أركا أسمي أدي قدرتا معناه وعفة يدور سنان سوم جديد يا الله لقى بقي وقف فرجيه سو حفتي هدان أدي قدرتا أسمي الله رجح عنك في إدبانير يوير يلا بعد مركز لقى حقيبك لا إيك في ذنت كم أنا بحكران كيس دعات بألبري أو ماشي كيهر أمارة بارنو وقال لكبري كي اللي بعدنا وعفيفنا وكبري كانوا لمن أشقينا يي ومارقتي وأجر كودسي يعني نكمده وحي لسين لها وكتغي ما لانت بأصول لابطي مركز وحولين هو يبطي يعني. وحي ننك لو هاي وحال عقرتيني مارد هل نافع هايان حرف ربطن بي مركز اي نقدان حولي مركز ننك سيدي بو مارد كسيي مركز ساهدان اللد ويالي بو لي اللو نقفيد مركز مارد اللو كفيدي او داقيحي كل يسكو ذا فايد مي او يقود كي كصوب بحان أو أي مركة أدونكو ذا أصابحين
marka yani qofku amal wanaagsan uu sameeyo uu alla dartiis uu sameeyo uu ikhlaas uu sameeyo uu camal uu hagaajiyey alla waa ugu tawasuli karaa allow maaragtay haddaan waxaa adiga dartaa u sameeyey oo adiga cabsida aan u sameeyey allow maaragtay waxaas ii qabo iyo waxaa isi waa dhihi karyaa marka qof nool oo xaadir ah oo aan maqnayn in la yidhaahdo maaragta alla noo bari taas waa tawasul la ogol yahay in qofku camal saalixo isaga uu sameeyey uu alla ugu tawasulo waa iyaduna mid la ogol yahay iyo midda hadda shiikhu uu ka hadlaayo in magacyadii alleh iyo tilmaamaha alleh alla loogu tawasulo iyaduna waa shay mashruuca wixii marka intaa ka baxsan ee bani aadan daatadood ah ama malaa'ig lagu tawasulo ah iyo wax noocaas oo kalaa wax sharcigu u ogol yahay maaha waa in afka laga ilaashadaa waa in lays ilaaliyaa dadka qaarkood ba waxay soo daliilsadaan rasuulka wuxuu yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh haddii aad maaragtay wax u baahataan aniga jaahiga alla ku weydiista fa ina jaahii cinda allahi cadiim xadiidka sheekh islam ibn taymiya wuxuu leeyay waa xadiis mawduuc xadiis kadib oo beena waayuu leeyay aimada islaamku marka xadiis ay ogol yihiin oo ay sugaayaan oo xadiisnimo ay u qirsan yihiin ma aha marka yaan lagu kadsoomin midka noocaas oo kale ah yaan lagu kadsoomin dad salaax iyo wanaag sheeganaya tawasulaad maaragta baatil ah oo ay samaynayaan oo aan sharciga waafaqsanayn marka haddii aad tawasulayso wax sharciya tawasulkaadu ha noqdo oo saddexdii arrin oo aan soo sheegaynay tawasulkaadu yuusan ka bixin inaad magacyada alle alla ugu tawasusho iyo maaragta tilmaamaha alle inaad alla ugu tawasusho camal saalix oo adugu aad samayso aad alla ugu tawasusho iyo in aad maaragta qof wanaagsan aad tidhaahdo alla noo bari intaa wixii ka baxsan waxay noqonayaan wax diinkaadi dhaawacay noqonayaan waxtu waxaydkaadi wax soo gaarsiiyey noqonayaan ka fogow afkaada ka ilaasho qof kale ha uga dayanin maaragtay diinkaada ilaasho taasaan marka jeclaystay inaan ninku baraarujiyo wabillaahi tawfiiq